ويعود إلى الواجهة الثقافية بفتح أبوابه أمام الوافدين الحالمين بمشاهدة أرقى العروض المسرحية. مسرح الرشيد يرمم خشبته من جديد بعد الحرق الذي تعرض له لاستقبال الفنانين من مختلف دول العالم بعد غياب دام 18 عاماً منذ سقوط بغداد. فنانون من تونس والأردن ومصر وإيطاليا على موعد مع الجمهور العراقي الذواق للفن والمتعطش لعودته إلى يومياته. فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح ستعرض 15 عملاً عربياً وتستمر إلى غاية 26 من الشهر الجاري. استعادة المسرح هي استعادة لذاكرة العراقيين الذين لطالما استمتعوا بالعروض المسرحية التي احتضنها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بمشاركة كبار الفنانين العرب من سوريا ولبنان ومصر. القائمون على الثقافة في العراق رفعوا التحدي وأعادوا بناء هذا الصرح الفني الذي أخرج المسرح من فترة النقاهة الطويلة.